إذا بسم الله بديت وعلى النبي صليت. مسخر عليكم أحبائي الكرام، صحة فطوركم. إذا فقط حبيت نشترك معكم هذه مشترياتي. بسم الله، إذا اشتركت معكم هذا الباني تاع الخبز، يعني مليح صحيح هايل تاع الكسرة كامل، وشريت هذا لادو تاع الشوكولا مليحة، وشريت هذا الباتو هذا اللي ندير فيه هذا لي تارت كامل. كيما شريت هاد لي فيغين يعني بروموسيون جاو هايلين تاع لي جو دورانج كامل، وشريت هاد الفيغين تاني عجب لي 20000 يعني بروموسيون، ما يدخل للفرن ما كاش مشكل. لهنا كيما شريت هاد لابانس هذه تاع لي نقلبوا فيها بيان سور، كي نقليو يعني شحال حبيت نشريها كتب ربي وين كي شريتها. كيما شريت هاد البخاخه، يا البنات شوفوا لهنا عندي صانيبو كامل، تحبي ديري لو جافي كامل. شريت هاد البخاخه ندير فيها الماء وندير فيها شويه تاع الصانيبو، لان هذا امير اللي نستعملوه هايل يعني تاع الارضيات كامل، ويعني باش ما تبدريش بزاف هو قوي وهايل، يعني عنده ريحه تاع لوسيون وكاين بزاف، انا ما نحبش بزاف ريحه يعني تكون قويه. درت شويه ماء ودرت باش هكذاك نديرها بدون رش الارضيات تاعي. كيما شريت هاد لي سويتو كامل الملاح تاني، شريت 3 منهم، وشريت الحليب تاع شكارة والياغورت والزيت، يعني اشياء نحتاجها يوميا. وشريت هنا دو باكيت تاع هاد الديول هايلين تاني لي سويتو، انا ما نقدرش نستغنى عن لي شويت يعني لي طابل لي طورشون ا طابل لي سويتو. كيما شريت البطاطا، شويه تاع البطاطا، شويه تاع الجزر، لا كورجيت، لا طوماط، اللفت. كيما على بالكم انا نحب نحب ناكل لو فري، ما نحبش انا نعمر الفريجيدر، نحب شاك نهار نشري حاجه. كيما هنا شريت يعني شهدكم في الجنه، شويه تاع لي سكالوب، شويه تاع اللحم سونزاس، شويه تاع لا فيوند هاشي، وشويه تاع البيفتك هكذا، نشوفوا واش نديروا فيه، واش كتب ربي شهدهم في الجنه ان شاء الله. انا بيان سور لهنا كل يوم نخرج نشري حاجه، كل يوم نخرج حبيت فقط نشارك معكم روتيناتي. لهنا نجيب البابي فيلم تاعي بيان سور، كل واحد نديرو هكذا في بلاصتو، هكذا لا فيونداشي نديرها وحدها، ولي فيلي سكالوب تاعي نديرهم وحدهم هكذا باش ناكلو اكل صحي، هكذا باش نديرهم في الفريجيدير، واحد ياكل اكل صحي ويروح وحده وحده. شهدكم في الجنه ان شاء الله. فوالا ونجيب تاني الطرف تاعي تاع البيفتك تاع اللحم تاني سونزاس، وكاين سونزاس بيان سور، ونديرهم في الفريجيدير هكذا. كل حاجه كل يوم نديرو حاجه ولا كتب ربي سبحانه، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. كيما شريت السميد ولا دقيق نو سميد القمح، يعني شريت هذا الرقيق، الرقيق هذا مليح للمطلوع، مليح يعني اشياء بزاف بزاف. شريت كيلو، ما نحبش نشري بزاف يا البنات، انا من النوعيه اللي ما نحبش هكذا نشري كل يوم نشري حاجه جديده، يعني تمسك لي 5 ايام سمانه. كيما شريت هذا لاباري هذه لا غالونش ولا ملتي بريز، هذه هايله هايله شريتها، يعني كانت يعني خاصتني لازم نشريها بي ام اس يعني مليحه، وشريتها يعني نستحقها في البيت بي ام اس، يعني حاجه مليحه يعني ماشي يعني حاجه يعني اوريجينال. شريتها هكذا للتلفازه تاعي عندها 100 و220 فولت. كيما شريتها البنات هذا البنسو صغير نحتاجوه هكذا للحلويات تاعنا للمعجون تاعنا. كيما شريت هذا المشماش تاني، كيما شريت المشماش دابغيكو تاني ولا بوش هذيك تاع الشوكولا. كيما شريت هذه تاع العسل تاني، والله ما عندي، ما حبيتش نشري هذاك تاع اللوح، حبيت نشري هذه تاع العسل. كيما شريت هذه البنات انا والله يعني خرجت عجل نشري باش هذا الكاري، هذا الكاري اللي عجبني خرجت باش نديرو في الحلويات، لكن يعني شاء القدر وشريت ولقيت هكذاك باكي بروموسيون 25000 ولقيته ملاح. شوفوا هذا الكاري مع هذا المستطيل عجبوا لي مليح. ومن بعد يعني كاين اشكال ملاح مثل هذا شكل المقروطات، هذا شكل هذا البوضوي، هذا الشكل تاع لا فلور، هذا الشكل تاع لوغون دائري، يعني ما عندهم المترجف، تحبي درتهم مترجف لو كاري، كاين الهلال، وكاين هذا تاع الوريده تاني ملح، وكم هو تاني سوليد تاع سوليد يعني صحاح، يعني باكي ديرو 25 بروموسيون مليح تاع الهلال وتاع هاد النجمه تاني شابين شابين. وهاد الدمعه بيان سور سي سور كاين انسى يحوسوا على لي مول دوكا مع الحلويات كامل. هاد القلب تاني مليح، هذا تاني تاع العرايش، انا نحب نديرهم بالعرايش باليد، لكن كاين لي مون تاع العرايش من داك ندير لكم. لهنا درت فقط والله هذه، شوف لا فيديو هذه كانت هكذاك واحد 15 يوم باش ننزلها معكم خلاص. لهنا شريت باكي تاع الكرافز وباكي تاع النعناع هكذا باش ندير الله الله لا تيزان تاع كومون ديغاج باردون الشاي تاعنا.
الكرافس باش نديرو هكذا كان بويون ولا نشوفو، النعناع مليح تاني في الدار باش نديرو هكذا كان تي هكذاك لي سهرات رمضانيه تاعنا. وشريت كما قلت لكم لا كونفيتور هكذا دابريكو، لا فارين هنا البنات جي ام سي مع ماما، انا نحب الجي ام سي. وشريت لا ليموناد وشريت لا الماء اللي ما على بالكم المعدني، ما نحبش نشري تاع ما نحبش نشرب تاع الماء. لهنايا البنات هذه الزبده 3 تارتينو 3 دير 24000 يعني بروموسيون تاني شريتهم هايلي. وتاني لهنايا البنات شريت باش رحت نشري الترانجل هذا تاع الطاقه تاعي باش نديرو الطاقه تاعي لو ترانجل فوالا تاع ريدو تاعي، ومن بعد نشوف وقتاش نديرو فوالا يعني كبير فوالا. من بعد يعني نبرشي كيما قلت لكم هذا الزبده يعني بروموسيون كامل. وشريت للماء يعني كل يوم نشرو حاجه. والليمون هذا على بالكم على بالي شحال لي يعني على بالي نسى دلوقا ولا الفتيات ولا يعني سو انتريسي دو تشتي سا بوغ العيد ان شاء الله. كيما شريت هاد لابانس هذه مليحه تاني يعني اشياء نحتاجوهم يعني يوميا. وحبيت فقط شوفوا هاد البخاخه، شوفوا درت سانيبو ودرت شويه تاع الماء هكذاك باش نرشها تاع لوسيان. نحب هذيك الريحه تاع لوسيان بنات واش تفحفحي هكذاك الضر الله الله. شوفوا لهنا هاد الكاس ولا هاد ستانفيغي اللي مبطوع يعني تقدري تشربي بها هكذاك المشروبات الغازيه مثل لي جو دورونج ولا ليموناد. انا نشرب به كيما على بالكم لاي من حياتي تحب تفشيش روحها تحب تقلش روحها هكذا فوالا. شوفوا كيفاش تشرب الشباب يعني هايل هايل تاني. يعني كما قلت لكم يا البنات كل ما نروح هكذا نشري حاجه ونجمع هكذا فيديو باش نديرها لكم على شكل فيديو فوالا. فقط حبيت نشرتكم يعني نحس بانكم عائلتي ثانيه، يعني نحب نشارك معكم يعني اي حاجه نشريها فوالا سما في بليزير. شوفوا لهنا هذه الملتي بريز هذه يعني نحلها لكم يعني عند هكذاك امتريكالك هكذا مليحه فوالا. ولون دو ماتاني عاود شريت تاني الحليب هذا كونزيا. شوفوا البنات انا ما نحبش نشرب الكافي اولي تاعي بالحليب الشكاره، نحب نحب هذا كونزيا مليح. كما شريت ماما هذه البيضه تعجبني مليح ماما، هذه الحلويات يا البنات كيف هايله نستخدم ماما او جي ام سي. كما شريت هذه كراميلو باش ندير لك بيان سور الفلون. هذه يا البنات الزبده هذه مليحه وتمشي معها هكذاك وصفه هذاك سبقت وشاركت معكم هذه الوصفه تاع صدر الدجاج بالجبن. هذه سبيسيال كويزين مليحه للحلويات الاطباق. وشريت ثاني هذه بسمتي الارز الهايل باش نديرو كي طبق الارز. وعاود شريت ثاني لي سويتو هكذا كل ما نروح نشري لي سويتو هادو باسكو يتخلصوا ما باليش وعلاش دو جو تخوا جو يخلصوا. كما شريت هذه بوناد يعني ذوق الرمان فالانج دو اورانج بريلاكس للاواني تاعنا. وتيست على بالكم لو جافيل يتبعوا صابون وصابون يتبعوا لو جافيل. هذه هي الحياه اليوميه تاعنا لازم فوالا. شريت هكداك دو كويس دو بولي باش نديروهم هكداك في اللي كتبر بي. هادو يا بنات منشفات الارض يعني رطبين هادو خفاف عجبوني مليح هكدا تاع الطاويلات تاع الارض خاصة تاع الارض. شوية صانيبو تاع لوسيا الازرق هذاك يعني هايل يعني خلي الدار هكدا تاري حتى تفحفح هكدا الله الله بسم الله ما شاء الله. فقط لهنا ليمن حياة تحب تشارك معكم لهنا. يلا شريت هذا تاني الماء رمضان كريم جغجوغا يعني ما شرب بليسيتي لا ماشي اشهار 5.5 يعني 5 وانيس. فانا ما نحبش نشرب الماء تاع العين تاع الغوبيني نخافهم نشري فقط نشرب الماء تاع المعدني تاع جغجوغا. لهنا فقط حبيت البنات شريت التلفزيون بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ومشات مع هذا لاباغاي اوريجينال تاعها. وكما على بالكم يعني شوي سوغ سيغتان يعني شاك عائله شاك فامي هذا يعني كومونديغاج لا تيليكوموند هذه كاينين تكسر لهم. لو كان تكسر لوريجينال خلاص ما تلقيش كيما هي. اذا جدي سيدي هكذا حكمت هكذاك حاجه يعني تكون يعني حكمت هكذاك ان تروك هكذا تاع النيلون وشكوتش يلا وبديت نرولي فيها نتحف فيها هكذا باش يعني كي تتكسر ما تتكسرش. كيما على بالكم حاجه اوريجينال ما تلقيهاش تلقاي يعني حاجه مشح كيما لوريجينال. يبا جي دي سي هكذا جبت يلا سكوتش ودرت ندور فيها ويعني الخدمه تكون يعني متقونه هايله. وبديت هكذا ندور هكذا بسكوتش بعد ما درت لها هكذاك النيلون هذاك يكون صحيحه ماشي لابورت كذا هكذاك النيلون يكون صحيح. ويعني بديت نرولي فيها هكذا ما تكسركمش ابدا
يعني حافظوا على الحوايج تكون اوريجينال، يعني تكون اصليه تاعكم ما تلقاوهاش، يعني تمشي مع التلفزيون ان شاء الله يا ربي. لهنا درت تحليه هكذا في الليل، هكذا سهرت فيها، نحب نسهر بحاجه خفيفه، تلمو انا ندير حميه ريجيم، ما نحبش ناكل بزاف، دونك نروح خفيف خفيف ظريف، دونك ما نسحرش، جوست نصلي صلاه الفجر، جو بخون كيك شوز ان فلون ولا حاجه خفيفه كها كيما هاد التحليه علي ليجير بالفلون، وما عاد نشاركها معكم باذن الله تعالى، وطيبت الكسره تاعي. اذا الى فيديو اخر، ابوني وليمن وجام، شكرا.